صباح اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقه المباراه يبدو ان كل شيء مثالي هنا من اجل مباراه كره قدم ممتعه، لان الاجواء رائعه بشكل عام، الطقس جميل، اجواء رائعه في المدرجات، سماء صافيه، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن ان يحدث على ارضيه الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين باظهار امكانياتهم لكي نستمتع بكره قدم. رائعة هذه الأجواء هنا في المدرجات، الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. أوه، شيء جنوني وغير عادي. لم يفوتك الكثير إذا بدأت المتابعة في هذه اللحظات. يحاول تمريرها من بين المدافعين، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. مهارة كبيرة في الاستلام. تغيير لاعب على الأجناب. يلعب كرة عرضية. إمكانية مرتدة الآن. فرصة هجوم معاكس. وستكون هنا رمية تماس. يحاول اختراق. الآن فرصتهم للمرتدة. لمسة بينية وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يا إلهي، ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. عند مساحة خالية على الطرف، يحاول أن يسدد الكرة من هنا بضغط. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. الكرة ملعوبة إلى الأمام. تحرك بقوة هائلة. كثير من التمريرات في وسط الملعب بدون أي محاولة خطيرة، بدون قدرة على الاستفادة من هذه السيطرة. الكرة ملعوبة من مسافة. يتقدم اللاعب في الجهة اليسرى. كرة طويلة للأمام. يلعب كرة بينية. يحاول أن يلعب كرة بينية، والكرة بعد ذلك فيها تسلل. كرة إلى الأمام. يمر يلعب كرة بينية. تسديدة في اتجاه المرمى. ضربهم، كواهم، أحرق مرماهم. انهاء بشكل رائع في موقف واحد على واحد.
تغيير كل شيء الآن، أصبحت النتيجة 1-0. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. تمريرة جميلة. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة. يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى. تنطلق صافرة النهاية ونهاية الشوط الأول. قدموا أداء كبير، لمسات لمحات كروية رائعة مع الأسبقية في نهاية الشوط الأول. جماهير راضية سعيدة بهذا الأداء، هل ينجحوا في المحافظة بعد ذلك؟ هذا السؤال كبير، هم عليهم أن يجيبوا. تتواصل المباراة مجددا أعزائي المشاهدين مع انطلاقة الشوط الثاني. هدف يبعثر أوراق المجموعة. كم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. ورقة صفراء أخرى من حكم اللقاء، حذاري من كثرة الإنذارات في مباراة اليوم. كرة من جهة اليمين، لمسة بينية. الله على هذه المهارة، جميلة جدا الكرة الأخيرة. يلعب كرة رأسية خطيرة، يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه. كرة طولية إلى الأمام، يحاول أن يلعب كرة بينية. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. هدف مطلوب جاء قبل نهاية الشوط الأول، يبرهن على الفارق هنا. النتيجة 1-0. هجمة مرتدة الآن، يحاول تمريرها من بين المدافعين. يسدد الكرة. الله على هذا التألق لحارس رائع. يا لها من كرة، ويا له من تألق، ويا له من حارس مرمى. يبعد الكرة بعيدا عن المرمى. كرة عرضية، ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. يلعب كرة بينية ثم كرة عرضية. تلعب الكرة إلى الأمام وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. يحول الكرة إلى الجانب الآخر. ضغط قوي وينجح في استعادتها.
موجود يبعد الكرة، يستعيد الكرة مرة أخرى، يحاول تمريرها من بين المدافعين، يلعب عرضية داخل 18. كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. كرة جميلة، فرصة للتسديد، فرصة خط تسديدة من أول لمسة، تصدي رائع جدا من الحارس، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. هذه ضربة رأسية، كرة باتجاه المرمى، الله ما أروعك، ينجح في التسجيل. ركنية بالمقاس بالضبط إلى داخل منطقة الجزاء، وهو أنهى المهمة كما يجب. الآن النتيجة 2-0، من الواضح جدا أنهم يسيطرون تماما على مجريات اللعب. إيقاع جميل، لعب على الجهة اليسرى، وهذه أخطر كرة في المباراة. يبحث عن المهاجم، يفقد توازنه، والآن فرصة للتحول الهجوم. محاولة من جهة اليسار، يحاول أن يلعب كرة بينية، وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء اللقاء. على المدرب أن يكون فخورا بهؤلاء اللاعبين، لقد قدموا مباراة كبيرة يستحقون عليها التحية. هذا ما يحب أن يشاهده الجمهور بالتأكيد.